السلام عليكم. احنا في محاضرتنا السابقة تكلمنا عن الدل اوبريتر، والدل اوبريتر معادلته المعروفة اي بارشال بارشال اكس زائدا جي بارشال بارشال واي زائدا كي بارشال بارشال زد. وعرفنا كلمة بارشال بارشال اكس والواي والزد هي المشتقة الجزئية لدالة ما، وهذه الدالة as a function of x, y and z. يعني فاي لنفرض مثلا دالة بالسكيلر فيلد، سكيلر فيلد بالمجال العددي يعني ليست بمتجه، نقدر ناخذ الدل مالتها، والدل قلنا معادلته بهذا الشكل. فإذا أدخلت الفاي على الدل راح تشتق بارشال بارشال اكس، الدالة كلها تشتقها بالنسبة إلى اكس، وأيضا تشتقها كلها بالنسبة إلى واي، وتشتقها كلها بالنسبة إلى زد. معناتها الدالة فاي فيها المتغيرات اكس واي اند زد. هذه الاي والجي والكي هي يونت فيكتورز، احنا نعرفها هذه. ما معناه الدل اوبريتر؟ هو فيكتور، هو متجه. اذا دخل على الداله العدديه فاي بهذا الشكل يقرا جريدينت، جريدينت اوف فاي، هذا بهذا الشكل. اذا اخذنا مثال على هذا الكلام ونشوف شلون نقدر نطبقه في حلول التمارين، هذه الجريدينت اوف فاي، وهذا الكلام اللي تكلمنا في محاضراتنا السابقة عادي. gradient of phi equal to partial phi partial x i، هذا اليونت فيكتور، ممكن ينكتب بعد البارشال أو قبله، يفضل أن يكتب قبله طبعا، زائدا partial phi partial y j زائدا partial phi partial z k. لاحظ الفاي دخلت على كل الحدود وتشتقها، ممكن تشتقها بالنسبة إلى X وإلى Y وإلى Z. أوكي، وقلنا أيضا هذه الملاحظة ذكرناها سابقا بأنه عندي ما نسميه بالdirection of a unit vector، سميناه A called directional derivative اللي هو المشتقة الاتجاهية. يعني إذا قال لي find في أحد الأسئلة find the directional derivative of phi، حيث phi هي scalar field، دالة عددية، ولازم ينطيني in the direction فد اتجاه ما، يعني ينطيني فد vector ويقول لي أوجد directional derivative باتجاه هذا الفكتور. طريقة الحل أنه ألقى gradient of phi ماذا تساوي، والدايركشن اللي هو منطيني اياه او الفكتور اللي هو منطيني اياه القى اليونت فيكتور مالته، وراح نطلق عليه اي اليونت فيكتور مالت هذا المتجه اللي ينطيني اياه، وبعدين القى الجريدينت اوف فاي دوت اي. هنا يلا يطلع عندي دايركشنال ديريفاتيف ويطلع عندي قيمه عدديه. هذا الكلام احنا تكلمناه قلنا بالمحاضره السابقه، لكن للتفكير، لانه اليوم راح ناخذ بعض الامثله على الجريدينت وعلى الدايفرجنس وعلى الكيرل. اذا نرجع قلنا اذا يكون الدل اوبريتر يدخل على الداله بهذا الشكل يدعى جريدينت، لكن اذا الدل دوت فاي، والفاي هنا مو سكيلر وانما فيكتور، يعني الدوت برودكت بين تو فيكتورز، ما ممكن ناخذ دوت برودكت بين الدل اللي هو فيكتور وبين دالة عددية، ما يسمى هذا خطأ. الدوت برودكت الضرب العددي يكون بين تو فيكتورز، فالدل يدخل إذا دل دوت فد متجه ما، هذا هنا أيضا لازم يكون متجه، هذا اختلاف عن الجريدينت. أما الكيرل فهو الدل كروس فيكتور آخر، كروس هو الضرب العدل الاتجاهي، كروس برودكت اللي ينحل بطريقة الديترمينت. فخلينا نشوف القوانين مال الدايفرجنس. هسه الآن جريدينت تكلمنا عنه، هذا الدايفرجنس
فعندي فيكتور V ومنطيني معادلة الفيكتور V1I V2J و V3K. ال V1 وال V2 وال V3 ذني components of the vector V، ذني مركبات الفيكتور أو المتجه V. هاي مركبته باتجاه محور X، هاي مركبته باتجاه محور Y، وهذه المركبة باتجاه محور Z. إذن هنا ال V vector والدل operator احنا أيضا عرفناه، وهذه هي معادلته أيضا هو vector. فمن ناخذ ال dot product بيناتهم حينطيني سكيلر بالأخير، قيمة عددية، لأن ال dot product ناتج مالتها قيمة عددية، لذلك سمي بالضرب العددي. إذن الدل أكتب معادلته هذه، والفكتر أيضا هذه المعادلة مالته، والدوت هذا بيناتهم. الدوت برودكت هنا شلون نعرف إيجاد قيمته؟ يعني فالكومبوننت مال الدل تدخل على أول كومبوننت مال الفكتر ضرب، يعني ما معناه partial partial x لل V1 زائد partial partial y لل V2 زائد partial partial z لل V3. الاي والجي والكي ما نكتبها لان هذا دات برودكت والناتج مالت سكيلر لازم، واحنا نعرف اي دات اي يساوي لنا واحد، لذلك يروح من الحل. اذا ما معناه اني اشتق ال في 1 اللي هي الكومبوننت مال ال في بالنسبه الى اكس، اذا كان بها مثلا اكس وواي وزد نشتقها بالنسبه الى اكس فقط، يعني الواي والزد يصير كونستنت ثوابت، وهنا نشتق الـ V2 بالنسبة إلى Y، نشتق الـ V3 بالنسبة إلى Z، ونشوف إيش قد تطلع القيم مالتها. أصير عندي معادلة بها X, Y, Z. ذاك الوقت بالسؤال إذا هو منطيني دا يقول لي at the point، ينطيني نقطة بها قيم X, Y, Z، كل ما علي أنا بعد إيجاد المشتقات هذه أعوض مكان الـ X والـ Y والـ Z بما يساوي اللي منطيني إياه بالسؤال، ونوجد الحل. وطبعا للتذكير ايضا قلناها بالمحاضره السابقه، الدات برودكت اللي هو الدايفرجنس الدل دات في لا يساوي في دات دل. احنا سابقا ماخذين قلنا الاي دات بي هو نفسه البي دات اي، يخضع لخاصيه الابدال كوميتيتور، لكن الا في الدايفرجنس. ليش؟ لوجود المشتقه. يعني هنا أنا ممكن أقول partial V1 partial X، لكن من أعكسها بهذا الشكل راح يصير V1 partial partial X، المشتقة بالنسبة لمن راح تصير؟ ما عندي. لذلك لا يمكن أنه تخضع الـ divergence equation، معادلة الـ divergence هذه، لخاصية الإبدال. أما الـ curl هذا أيضا اللي تكلمنا عنه، إحنا قلنا هو الـ cross product بين الفكتور اللي هو الدل اوبريتر وبين الفكتور في. كروس برودكت احنا عرفنا شلون نحله بايجاد قيمه الديترمينت هذا، والناتج راح يطلع عندي فيكتور ناتج اتجاهي، لان كروس برودكت ينطيني ناتج اتجاهي. وايضا قلنا للتذكير ايضا قلنا الدوت برودكت وممكن يستعمل كتطبيق لايجاد الشغل في الفيزياء، القوة في الإزاحة، حاصل ضرب العددي للفكتر القوة والفكتر الإزاحة F dot R as a vectors. والضرب الاتجاهي قلنا ممكن أيضا للتفكير نقول عليه هو تطبيق لإيجاد العزم تورك. أوكي، الآن قيمة الكروس برودكت بين الدل أوبريتر وبين الفكتر V هذا الديترمينت. الآي أول مرة تنذكر وبمن تنضرب، إذا تلغي هذا الصف وهذا العمود يصير آي تضرب ب partial y partial partial y لل V3، يعني هذا في هذا لأنه القطر الرئيسي diagonal ناقص القطر الثانوي. فمن أضرب القطر الرئيسي partial partial y V3 إذا معناته أشتق ال V3 بالنسبة إلى y ناقص partial partial z لل V2 الرئيسي ناقص الثانوي، هذا كله بمن يضرب بي اي ناقص جي، قلنا الجي يصير اشارتها سالب لانها موجوده بالصف الاول عمود ثاني، والواحد زائد اثنين ثلاثه وهو فردي، واذا فردي معناته العلامه تصير ماينس ناقص. اذا ناقص جي في
الغي هذا الصف والغي هذا العمود، ماذا يتبقى؟ partial partial x v3 ناقص partial partial z للv1. ايضا نكتبه ونشوف ايش قد المكونات الكومبوننتس v1 وv3 ايش قد، ونقدر نحل نكمل السؤال. زائد k، k زائد ليش؟ لان تقع بالصف الاول عمود الثالث، 1 زائد 3 4 زوجي، واذا زوجي تصير العلامه تبقى كما هي ما تغير، ما تضرب بماينس 1. اذا زائد k في الغي هذا الصف والغي هذا العمود، partial partial x v2 ناقص partial partial y للv1. ينحل هذا المقدار ويشوفون ايش قد الناتج مالته. هذا المثال احنا سابقا اخذنا، لذلك الان راح انتقل لامثله اخرى. هذا بالمحاضره السابقه تكلمنا عنه، لذلك لا داعي لاعادته. هنا احنا فقط ردنا نذكر بمعادلات الجريدينت والدايفرجنس والكيرل. الان نرجع الى المحاضرة اليوم اللي هي أمثلة إضافية، خلينا نقول على هذه الدوال لأهميتها طبعا، لكن بمطالب جديدة. مثلا find a unit normal to the surface. هنا أنا عندي كلمتين مهمتين، unit unit vector، normal عمودي على السطح اللي معادلته هذه، هذه معادلة السطح surface. يريد إيجاد اليونت فيكتور للمتجه العمودي على هذا السطح. من يا نقطة؟ من نقطة الاثنين سالب اثنين ثلاثة، هذه x y z. طريقة الحل لإيجاد النورمال to the surface، نأخذ الجريدينت، جريدينت للسطح لمعادلة السطح، هذه جريدينت لx تربيع y زائد 2x z. من يطلع عندي الجريدينت وعرفنا معادلة الجريدينت هي شنو هي، قلنا partial partial x لنفس الدالة زائد partial partial y لنفس الدالة هذه زائد partial partial z لنفس الدالة، مع الاحتفاظ باليونت فيكتورز الi والj والk. فمن اجي اشتق هذه بالنسبة الى x، هنا الواي تعتبر كونستانت ثابتة حالة حال الأرقام، لذلك التو تجي هنا بالمشتقة والواي موجودة تبقى وإكس موجودة، يصير 2XY. من أجي أشتق هذا بالنسبة إلى إكس، هاي التو كونستانت والزد كونستانت، فيصير عندي 2Z والآي بقت. الآن الحد الثاني من الجريدينت لهذه الدالة هو بارشال بارشال واي لنفس الدالة. من أجي أشتق هاي بالنسبة إلى y تبقى عندي فقط الـ x تربيع، لأن هو الـ y هو المتغير الأساس صار، والـ x تربيع يعتبر constant، هذه x تربيع زائد هذا المقدار أشتق بالنسبة إلى y هو لا يحتوي على الـ y، إذن كل ما موجود يعتبر constant ثوابت، ومشتقة الثابت zero، لذلك ما راح نأخذها هذه، نقول صفر فما راح تكتب. إذن يبقى عندي فقط x تربيع مضروبة في j. بارشل الحد الثالث بارشل بارشل زد لنفس الدالة، أول مقدار ما بي زد إذا مشتقة صفر يهمل، ثاني مقدار مشتقة إلى زد هو 2x فقط، إذا هذه 2x والk باقي. صار هسه عندي هاي المعادلة تمثل gradient of the surface function لمعادلة السطح، طلعت عندي بالصورة هذه. هو منطيني بالنقطة 2 وسالب 2 و 3، أعوض مكان الـ x بالثنين ومكان الـ y سالب 2 ومكان z أينما ذكرت بالمعادلة كلها بالموجب 3، ورا ما أعوض كلهم تطلع عندي المعادلة النهائية اللي هي minus 2i plus 4j plus 4k. هذه معادلة منو؟ النورمال أو الـ gradient of the phi function. الآن هو شي يريد اليونت اوف ذا نورمال، فلازم اطلع اليونت فيكتور مال من؟ مال الناتج اللي طلع عندي. واحنا اخذنا سابقا اليونت فيكتور شلون نوجده، المعادله مالته الفيكتور نفسه على الماجنيتيود اوف ذا فيكتور، هذا الفيكتور يبقى كما هو هنا بالبسط، وجوه الماجنيتيود، ماجنيتيود احنا شلون نطلعها طول المتجه، كومبوننت الاول تربيع زائد الكومبوننت الثاني تربيع زائد الكومبوننت الثالث تربيع،
وإذا أكو ماي نصنع بين قوسين طبعا حتى بالتربية يصير موجب. فمربع الاثنين 4، ومربع الأربعة 16 صار 20، ومربع الأربعة 16 صار 36. The square root of 36، الجذر التربيعي ل 36 هو 6. إذا المقام هذا كله يصير 6. من نجي على البسط ب 2 ب 4 ب 4، أقدر أطلع 2 خارج قوس مشترك. ال 2 خارج قوس ويا ال 6 اختصار يصير عندي بالمقام 3. وهنا ايش راح يبقى من اطلع 2 اللي اختصرت ويا ال 6؟ هنا يبقى 1 فيبقى ماينس اي، هنا يبقى 2 وهاي 2 جي، هنا يبقى 2 هاي 2 كي. اذا طلعت عندي معادله اليونت نورمال تو ذا سيرفيس معادلتها. هذا السؤال جدا مهم لانه به فكره رياضيه لا باس بها. هنا هي تبين الجريدينت شنو الفائده من عندها في هذه الامثله. لذلك احنا اخذنا أمثلة إضافية غير الأمثلة اللي تكلمنا عنها بالمحاضرة السابقة. عندي مثال آخر. Find the directional derivative of phi. منطيني phi اللي هي scalar function. يريد الـ directional derivative المشتقة الاتجاهية لهذه الدالة. بأي نقطة؟ بالنقطة 1 ناقص 2 ناقص 1. زين. من يطلب من عندي directional derivative لدالة ما ممكن يسكت وإنما لازم يكمل بيا اتجاه يريدها. In the direction 2i ناقص j ناقص 2k. يعني هذا متجه يريد الـ directional derivative لهذه الدالة بهذه النقطة بهذا الاتجاه. إذا طريقة الحل لمثل هذا النوع من الأسئلة، نطلع الـ gradient مال هذه الدالة وأعوض هذه النقطة بالمعادلة مال الـ gradient، تطلع عندي الفكتور النهائي هذا، والقى اليونت فيكتور مالته. مال من اليونت فيكتور؟ مال المتجه اللي هو منطيني اياه، لان هو يريد الدايركشنال ديريفيتيف لهذه الداله بهذا الاتجاه. اذا هذا الاتجاه لازم نطلع اليونت فيكتور. طلعنا اليونت فيكتور مالته، اسوي دوت برودكت بين الجريدينت فاي واليونت فيكتور هذا. يعني هذه معادلته قبل شويه تكلمنا، قلنا اذا اريد دايركشنال ديريفيتيف فجريدينت فاي دوت اليونت فيكتور مال الفيكتور اللي هو يعطيه، لازم اطلع اليونت فيكتور حتى يكون عندي الداتا برودكت سهل الايجاد، لانه دل فاي هو فيكتور واليونت فيكتور هذا طلع عندي هو ايضا فيكتور، الناتج مالتهم راح يكون سكيلر او عددي. اذا لاستخراج الدايركشنال ديريفيتيف تطبيق هذا علما للجريدينت لمعادله الجريدينت احدى تطبيقات الدل اوبريتر، فنطلع الجريدينت مال فاي، نعوض النقطه بها اللي تعطى، لان لازم ان هذا عندي سيرفيس هذا الفاي، فلازم اكفد نقطه حتى نطلع النورمال. العمودي على السطح لازم اكو نقطه من نقطه ما، لانه قد يكون السطح منحني وليس بلين مو افقيا يعني. فإذا لازم عندي نقطة، فالنقطة اللي ينطيها اللي من هذه النقطة ينبع عندي العمود، فأطلع الجريدينت مال فاي وأجعل الفكتور المتجه اللي هو الدايركشنال باتجاهه، أطلع اليونت فكتور مالته وأخذ الدوت برودكت بتوين الجريدينت فاي أند اليونت فكتور أوف ذا فكتور اللي معطى بالسؤال. مثال آخر، كل هذا هو تطبيق على الجريدينت باستخدام الدل اوبريتر. In what direction؟ هذا مشابه للسؤال السابق لكن بمفهوم اخر. In what direction؟ في اي اتجاه؟ From the point، من هذه النقطة، is the directional derivative of phi، في اي اتجاه يكون بهذه النقطة للدالة phi هذه، يكون الدايركشنال ديريفيتيف اللي هو سكيلر يساوي لي قيمه عظمى ماكسيمم. هذا فرع اي. الفرع اللي وراه، وات از ذا ماجنيتيود اوف ذس ماكسيمم؟ ايش قد قيمه هذا الماكسيمم؟ اذا من يقول لي ان وات دايركشن فروم ذا بوينت، هذه لازم اطلع جريدينت لهذه الداله، لان هو الدايركشنال ديريفيتيف قلنا تطبيق للجريدينت. اذا جريدينت فاي، وتعلمنا شلون نطلع gradient phi،
كانت النتيجة مالته هذه المعادلة، وهو فيكتور هاي الاي والجي والكي باقية. أعوض النقطة اللي هو منطيها، طلع عندي الجريدينت فاي موجودة هذه هنا، هذه موجودة الجريدينت فاي. أوكي، هسه لازلنا بالفرعي the directional derivative اللي هو يقول عليه لازم يكون maximum. The directional derivative is a maximum in the direction هذا اللي الناتج اللي طلع عندي. الماجنيتيود مالته الماكسيمم، انا اطلع الماجنيتيود لان هو الماكسيمم طلع عندي هو هذا، هذا الجريدينت دايركشنال ديريفيتيف هو هذا. احد يقول لي دايركشنال ديريفيتيف احنا قلنا دوت يونت فيكتور، هذا اذا هو راد الدايركشنال ديريفيتيف باتجاه ما، يعني انطاني فيكتور معين، فاطلع اليونت فيكتور مال هذا الفيكتور واطلع الجريدينت واخذ الدوت بيناتهم. لكن هنا هو دي يقول لي بأي اتجاه، يعني يقول لي المتجه اللي شلون ذاك، لو نرجع ذاك السؤال لحظة شوي، هنا هو منطي هذا المتجه المطلوب هو هذا، ترى المتجه المطلوب هذا السؤال اللي بدنا نحكي عنه، هذا المتجه هو المطلوب. هنا رايد الدايركشنال ديريفيتيف بهذا الاتجاه، هنا السؤال بالعكس هو يريد هذا المتجه هو يريد هذا المتجه. إذن هنا أنا من أجي أحل هسه هذا السؤال، من طلعنا الجريدينت فاي هذه هي هذه الدايركشن اللي نتكلم عنها بهذه النقطة. طبعا من أريد عندي الماجنيتيود فرع بي قيمة المتجه وطولا عرفه، وهو الجذر التربيعي لمربع مجموع مربعات الكومبوننتس مالته أو المركبات مالته من هذا المتجه. عندي مثال آخر، find the angle between the surfaces، يريد إيجاد الزاوية الموجودة والمحصورة بين two surfaces، سطحين، السطح الأول هذه معادلته والسطح الثاني هذه معادلته، بيا نقطة بالنقطة 2 سالب 1 2. إذن إحنا حتى نطلع الزاوية الأنجل نحتاج الدوت برودكت. حتى سابقا كنا نقول من يقول لي find the angle between two vectors قلنا نطلع الدوت برودكت مالتهم، ونعرف الدوت برودكت بين تو فيكتورز شلون نطلعه، نضرب الكومبوننت مال الاكس مع بعض اثنيناتهم للمتجهين، زائد الكومبوننت حاصل ضرب الكومبوننت مال الواي، زائد حاصل ضرب الكومبوننت مال زد، واطلع ايش قد الناتج بدون الاي والجي والكي، لان الدوت برودكت الناتج مالته قلنا عددي. واكو قانون اخر قلنا للدوت برودكت هو الماجنيتيود للفيكتور الاول في الماجنيتيود للفكتور الثاني في كوساين ثيتا اللي موجودة بيناتهم، ونعرف شلون نطلع الماجنيتيود لكل فكتور. لذلك يبقى عندي المجهول فقط الكوساين، أقدر أطلع قيمة ثيتا اللي هي بالكوساين إنفرس. هاي طريقة كنا نتبعها في إيش، في إيجاد الزاوية بين متجهين. الآن هذا السؤال يقول زاوية بين تو سيرفيسز، بين سطحين، أنا أقدر أستفاد من طريقة إيجاد الزاوية بين متجهين في هذا السؤال. إذن منين أجيب المتجهين؟ إحنا عندنا بالرياضيات قاعدة شو تقول؟ تقول الزاوية المحصورة بين سطحين هي مساوية تماما للزاوية المحصورة بين العمودين على تلك السطحين. يعني عند السطح الأول هذا وهذا السطح الثاني أحدهما يقطع الأول الآخر، يعني أكو زاوية بيناتهم، هذه الزاوية تساوي العمود الأول والعمود الثاني، العمود على السطح الأول والعمود على السطح الثاني، هم راح يتقاطعون أيضا، والتقاطع مالتهم الزاوية اللي بيناتهم هي كالزاوية بين تلك السطحين. إذن لازم نطلع النورمال أو العمود على هذا السطح والعمود الآخر على هذا السطح، النورمال الآخر على هذا السطح. الآن هاي هنا ذاكريه العلاقة، هذا وهذا الكلام، the angle between the surface of the point is the angle between the normals بين الأعمدة to the surfaces at the point، في نفس النقطة الزاوية بين السطحين هي كالزاوية بين العمودين على تلك السطحين. لإيجاد النورمال أو العمود على السطح الأول هذا نأخذ الجريدينت، احنا قلنا سابقا بالأمثلة اللي راحت
العمود نلقاه بالجريدينت. إذا آخذ دل فاي 1 اللي هي الدالة الأولى، هذا أسميها فاي 1، هذا أسميها فاي 2. دل فاي 1 طلعت ازيد، طلع عندي هذا الفكتور هذا، والبوينت موجودة عندي بعد ما عوضها بالاكس والواي والزد، طلع عندي هذا الفكتور. النقطة هنا جدا مهمة، ما ممكن بدون هاي النقطة أقدر ألقى الفكتور، يبقى عندي اكس واي زد مجهولة. الآن النورمال الآخر هو دل فاي 2، وأيضا بنفس النقطة طلعت عندي هاي معادلة، باو أكو تشابه 4i 4i minus 2j minus 2j هذا زائد 4k هذا minus k، هذا الاختلاف. إذن أكو زاوية بيناتهم، لو كان نفس الرقم ذولا متوازين معناته نفس الفكتور. الآن حتى نلقى الزاوية موجودة بيناتهم أستعمل الدوت برودكت، فألقى دل فاي 1 دوت دل فاي 2 دوت برودكت between them وغريديانت الماجنيتود مال الاول زائد في الماجنيتود مال الثاني في كوساين ثيتا. الماجنيتود مال الاول هذا الجذر التربيعي، والماجنيتود مال الثاني هذا الجذر التربيعي، تبقى عندي كوساين ثيتا مجهوله. اذا بالطرف الايسر لازم الدوت برودكت بين ذم موجود عندي. شلون اطلع الدوت برودكت؟ اضرب 4 في 4 زائد سالب 2 في سالب 2 زائد موجب 4 في سالب 1، هذا بالطرف الأيسر. فأربعة في 4 16، وسالب 2 في سالب 2 موجب 4 صار عندي 20، وأربعة في سالب 1 سالب 4 فيرجع عندي 16. إذن بالطرف الأيسر راح يصير عندي 16 اللي هو هذا، فهو 16 زائد 4 ناقص 4، هذا ناتج الدوت برودكت بين هذا الفكتور دل فاي 1 ودل فاي 2 هذا الطرف. هنا الكوساينات هذه الجريد الماجنيتود مال دل فاي 1 في الماجنيتود مال دل فاي 2 في كوساين ثيتا. اذا اطلع الناتج مال هذا الجذر التربيعي وهذا ايضا، راح اقول كوساين ثيتا يساوي 16 على هذا الجذر اللي هو حاصل ضرب ذول الجذرين، وبالكوساين انفرس اقدر اطلع فيه. مثال آخر على الدايفيرجنس، الآن خلصنا من الجريدينت، أمثلة أخرى دناخذ على الدايفيرجنس. إذا منطيني إف أي يساوي لي هذا الفكتور، يريد من عندي فايند دايفيرجنس أي دل دوت أي دايفيرجنس. شلون ألقى؟ عرفنا الدايفيرجنس يعطي نقطة طبعاً. الدايفيرجنس هو دوت برودكت بين دل أوبريتر أند فيكتور أي. واحنا اتفقنا قلنا في العديد من الكتب الفكتورز ما يخلي سهم فوقها، احنا بالامتحانات قلنا نخلي سهم حتى يكون معلوم، لكن في الكتب دائما ياخذون الفكتور هو بولد تايب يعني طوخ، يخلون الكتابه مالته بارز بولد وكابيتال لتر، دل على انه هذا ترى فكتور، هذا القصد. يعني معناته اذا شفنا الاي بدون البولد وما الى ايتاليك تايب نقول عليه هذا سكيلر، القيمة العددية لأي وليست القيمة الاتجاهية. الآن دل أي هو الدايفيرجنس، هو يريد من عندي find دل دوت أي يعني الدايفيرجنس أوف أي، هذه معناته هو هذا المطلوب. إذن دل أي شو يساوي لي؟ دل دوت أي يساوي لي partial partial x i هاي مكان الدل، partial partial y j زائد partial partial z k دوت هذا الفكتور اللي هو منطي هذا. اذا ايش قلنا شو نسوي؟ ناخذ نضرب الكومبوننت مال الفكتور باتجاه اكس بالكومبوننت مال الفكتور مال الدل، يصير عندي بارشال بارشال اكس لاكس تربيع زد، الاي والجي والكي ما تنكتب، زائد الكومبوننت مال واي هو واشارته لا تنسون السالب، كومبوننت مال واي بما نضربها بالبارشال بارشال واي، اذا بارشال بارشال واي لهذا المقدار زائد كومبوننت باتجاه زد للفكتور في الكومبوننت للدل هو بارشال بارشال زد. ايش نسويه؟ فورا ما اوجد المشتق، هنا مشتق بالنسبه الى اكس، اكس يعتبر متغير الاساس وزد كونستنت ثابت، يصير 2 اكس زد 2 اكس زد. نجي على هذا المقدار مشتق بالنسبه الى واي، وواي هذا الرقم تكعيب 3،
فالثلاثة تجي هنا يصير سالب ستة، واي يصير تربيع، وزد تربيع تبقى، لأن زد تربيع تعتبر كونستنت مثل رقم الاثنين. هنا مستقطب النسبة إلى زد، زد أس واحد راح تروح تبقى عندي هذا ثابت، اكس واي تربيع يعتبر ثابت، والكي راح تروح طبعا. فمن أوجدنا الدل دوت اي ايش قد القيمة، أجي أعوض البوينت اللي هو منطيني إياه الأحداثيات مكان اكس واي زد، طلعت عندي القيمة النهائية سالب 3. جدا بسيط السؤال. هذا أيضا جدا مهم هذا المثال، وهو إثبات prove that del square 1 over r يساوي لي 0. بعد قبل شوية تكلمنا قلنا الفكتور عادة في بعض الكتب يذكر bold type وcapital letter. هنا أنا منطيني الفكتور هذا ال r مو bold، منطيني إياه italic مائل ومو bold عادي، إذن هذا مو فكتور ال r، لا تنسون هذا الماجنيتيود مال من مال الفكتور r، هنا يطبق الماجنيتيود. إذن r أساسا هي شنية، هي x في i زائدا y في j زائدا z في k، هذا هو الأساس مال الفكتور r. من يقول لي 1 over r وهذه هي الماجنيتيود، إذن هي 1 over جذر التربيعي لي x تربيع زاد y تربيع زاد z تربيع، يعني عرفنا الماجنيتيود احنا مال المنتج شلون نلقاه، جذر تربيعي لمجموع مربعات الكومبوننتس مالته. فلذلك هاي لازم انتبه لها انا بالامتحان، من اذكر سمول لتر r ومو بولد، هاي من قراءتك بالكتب، احنا نستعمل بالامتحان الاسهم فوق المتجهات اينما وجدت حتى تعرف انت من هو الفكتورز ومن هو السكيلر. إذا الدل سكوير هو المشتقة الثانية بالحقيقة، لأن الدل لوحدها partial partial x، فالدل سكوير هو partial 2 partial x سكوير، المشتقة الثانية للدالة اللي راح تكون موجودة بالمعادلة بالنسبة إلى x، وهي المشتقة الثانية للدالة هذه بالنسبة إلى y، وهكذا هذه إلى z. إذا 1 over r هذا تحت الجذر، هذا المقدار. حتى أبدي أشتغل على المشتقات لازم أحوله إلى قوة نصف وأرفعه إلى البسط، يصير قوة سالب نص. حتى من أجي أشتق قوس مرفوع إلى قوة، مشتقته مشتقة القوس في مشتقة داخل القوس، ومشتقة القوس القوة تجي هنا، ونطرح من القوة واحد، أي سالب نص، من نطرح منها تصير سالب ثلاثة على اثنين، سالب واحد ونص في مشتقة داخل القوس اللي هي 2x، لأنه إذا أشتق أنا بالنسبة إلى x فصير 2x، وهاي السالب نص جت هنا، ال2 هي السالب نص راحت، فبقت فقط ال x، هاي الماينس مال السالب مال النص، والنصف ب2 بالمقام، ومشتقة هذا القوس داخل القوس هي 2x، ال2 هي النصف راحت، نعد اختصار، نعم اختصر خطوة هو، فصارت ناقص x في القوس كله مرفوع إلى قوة سالب 3 على 2. نفس الكلام تماما، مشتقة نفس المقدار إلى y، طبعا هاي تبسيط آخر لهذا المقدار كله شلون صار يعني بهذا الشكل، وآخر شيء نقدر نعوض إذا منطيني نقطة عوض، لا ماكو يبقى كما هو، لأن هذا بروف ما عندي نقاط. فطلع عندي بشكل نهائي partial 2 partial x square، لأن هاي مشتقة أولى، حتى نكمل لازم نوجد المشتقة الثانية مالتها، فهذه مشتقتها الثانية أيضا معلومة بالنسبة لكم، لازم تعرفون شلون توجدوها. هنا عندكم مقدارين لا تنسون، باعوا الأكس والقوس مرفوع إلى قوة، هاي المشتقة الأولى، فمن تجي تشتق مشتقة الثانية، مشتقة الأول في الثاني زائد مشتقة الثاني في الأول، مع انتباه للإشارات. مشتقة الماينس أكس هي ماينس 1 في القوس الثاني يبقى كما هو، هذه شوفها هذا القوس الثاني يبقى كما هو، وهذا ناقص واحد في مشتقة الثاني في الأول، مشتقة الثاني في الأول هذا شلون نشتقه؟ سالب ثلاثة على اثنين تجي هنا، سالب ثلاثة على اثنين هنا، والإكس يبقى لأن بشتق هذا القوس، صارت سالب ثلاثة إكس على اثنين،
ومشتقة داخل القوس بالنسبة إلى x هي 2x، أضرب 2x في سالب 3x على 2 مع انتباه للإشارات، يصير عندي 3x تربيع في هذا القوس كما هو. أضيف أطرح من القوة 1، هو 1.5 ناقص 1 يصير 2.5، يعني 5 على 2، فصار عندي مشتقة الأول في الثاني زائد مشتقة الثاني في الأول. بعد ما أنزل ذولا إلى المقام حتى تصير الأسس عندي موجبة، فيبقى عندي هذا المقدار، هذا الشيء النهائي للمشتقة الثانية بالنسبة إلى X. بنفس الكيفية تماما لكن مشتقة إلى Y، أقدر أوجد المشتقة الثانية للمقدار نفسه إلى Y، والمشتقة الثانية للمقدار نفسه إلى Z، وأبدي أجمعهم مع بعض وأشوف يطلع عندي صفر أو لا، أنجمعهم وأشوف الناتج يطلع عندي صفر، وهو هذا الإثبات للديل سكوير 1 أوفر R إيكوال تو زيرو. هذا مثال آخر، منطيني هذه المعادلة هي سكيلر given phi، يعني إذا علمت أنه إذا أعطيته أن هذه المعادلة phi سكيلر تساوي لهذا المقدار، يريد من عندي find divergence of a gradient. هاي الدل دوت يعني divergence، هذه الدل phi يعني gradient، وهو divergence of a gradient phi يريدها من عندي. إذن لحل هذا المثال أقدر أقول بطريقة، عدة طرق عندي، يعني الطالب حر بالحقيقة، ممكن يجي أول مرة يلقى الجريدينت، جريدينت فاي إيش قد يحسبها مثل ما تعلمناها سابقا إيش قد تطلع، وبعدين يأخذ الدل مالتها اللي الدوت برودكت بتوين دل عند الجريدينت هذه ويطلع الناتج. هذا أيضا مو صعبة، ويقدر يقول دل دوت دل هي دل سكوير، هذا هو دل سكوير اللي احنا نسميه لابلاسيان اوبريتر، هذه مؤشر لابلاس نقدر نتكلم عنه بهذا الشكل. المطلوب الثاني هو دل دل فاي جريدينت اوف فاي، اوكي هو نفس المطلوب السابق، ما عندي اي اختلاف، نفسه هو ماشي. الآن مثال آخر بروف أيضا إثبات دل دوت A بلس B يساوي لي دل A زائد دل B دوت، يعني هذه الطبق، يعني ال divergence A والdivergence B لو جمعتهم ينطيني divergence of مجموعهم، وهنا طبعا أيضا ما منطيني الفكترز الـ A والـ B، فلازم أني أنطي معادلات العامة مالتهم، يعني الكومبوننتس مالتهم. فالفكتور A يساوي لي A1i زائد A2j زائد A3k، والB هو B1i زائد B2j زائد B3k، وهذه هي الكومبوننتس مال الفكتورز. فمن يريد من عندي مجموعهم راح أقول A1 زائد B1 وA2 زائد B2 وA3 زائد B3، يعطيني فكتور جديد المجموع مالتهم. اخذ الدل دوت مال المجموع ايش قد بنفس الطريقه اللي تعلمناها بالدوت برودكت لاي متجهين، شو نسوي؟ نضرب الكومبوننتس مال اكس والكومبوننتس مال واي والكومبوننتس مال زد ونبسط المقدار. اذا الدل هذه هو الكومبوننتس مالته، والمجموع مالتهم هذه مع الاحتفاظ بالاي والجي والكل، يعني دا اجمع متجهين وبالجمع متجهين لازم الناتج ايضا متجه. فبعد ما القى او مثلت المجموع مالتهم ماذا يساوي، اخذ الدوت مالتهم اللي هو بارشال بارشال اكس لمجموعهم زائد بارشال بارشال واي لمجموع الاي 2 والبي 2 زائد بارشال بارشال زد لاي 3 زائد بي 3. قلنا فقط الكومبوننتس ناخذها، البارشال بارشال اكس لاي 1 زائد بي 1 هو مشتقة الـ A1 زائد مشتقة الـ B1 معروفة، هذه مشتقة مجموع دالتين يساوي مشتقة الأول زائد مشتقة الثاني. إذن partial partial A1 للX هذا، و partial partial B1 بالنسبة للX هذا، نعم مختصر هو. بعد هذه partial partial Y للA2 هذا، و partial partial Y للB2 هذا، و partial partial Z للA3 هذا،
والبارشال بارشال زد للبي 3 هذا. أبدي أعزلهم البي على صفحة والأي على صفحة وأباوع هذا بالحقيقة هو شنو هذا؟ هذا الجريدينت آسف الدايفرجنس للأي، وهذا شنو؟ هذا الدايفرجنس للبي. إذن أثبتنا بأنه الدايفرجنس لأي زائدا بي هو يساوي لي دايفرجنس للأي زائد دايفرجنس للبي. هذا أيضا مثال آخر أو بروف آخر. يجب عندي دايفرجنس لفاي في أي، فاي في أي إذ نثبت بأنه هو يساوي لي جريديانت فاي دوت الفكتور أي زائد فاي في دايفرجنس للأي. إذن أجي أول مرة شو أسوي؟ لازم الفاي في أي، أجي أشوف الفاي في أي. هنا الفاي أنا ما راح أنطيها معادلة، يعني هي ما إلها كومبوننتس، هي مو فيكتور، هاي دالة عددية، فما أقدر أقول هي X تربيع Z Y تربيع مثلا كيفي، لا طبعا، فأبقيها بنفس اسمها فاي. لكن الفيكتورز اللي عندي سواء كان A أو B، أي نعم أنطيه الكومبوننت مالتي، أنطيه الـ A، أقول A1 زائد A2 I وزائد A3K، يعني A1I زائد A2J زائد A3K، هاي الفكتر A، وبنفس الكيفية B أيضا أنطي كومبوننت مالته، لكن الفاي هي دالة عددية. إذا من ألقى الدايفرجنس للفاي في A، أضرب أول مرة الفاي في الفكتر A، والفاي من ينضرب الفكتر A ينضرب بكل الكومبوننت مالته، وبعدين ألقى الدل مالته، دل دوت لهذا المقدار. فش يصير عندي الدل دوت برودكت هو الكومبوننتس للإكس مال الدل في الكومبوننتس مال الفكتور الجديد اللي هو الفاي اي 1، والكومبوننتس بارشال واي للفاي اي 2 زائد بارشال زد للفاي اي 3. هنا حتى نلقى الأول، هنا عندي دالة مضروبة بدالة أخرى، لأن اي 1 الكومبوننتس الأول مال المتجه أي احتمال أيضا يكون بي إكس واي وزد عادي، فحاصل المشتقة مالتهم partial بارس X لمقدارين مضروبين يساوي لي مشتقة الأول في الثاني زائد مشتقة الثاني في الأول. فpartial phi في A1 زائد phi partial X ل A1، وهذا أيضا نفس الشيء، مشتقة الفاي بالنسبة إلى Y في A2 زائد الفاي في مشتقة الـ A2 إلى Y، وهذا أيضا إلى Z. أبسطهم كلهم، أجمع البارشال فاي A1 والبارشال فاي A2 والبارشال فاي A3، يعني هذا المقدار وهذا المقدار وهذا المقدار مع بعض، واللي موجود بمضروب بفاي هذا المقدار وهذا وهذا، أخليهم مع بعض وأطلع الفاي مشترك. صار عندي هذا مقدار وهذا مقدار، شو راح نعبر عنه؟ لأن عندي هذا المقدار من يكون بهذا الشكل، شنو معناته؟ معناته هو عبارة عن الدوت برودكت بين الفكتور A وبين الدل للفاي أو الجريدينت للفاي، هذه معناه ينباوع بالدوت برودكت، قلنا نضرب الكومبوننت مال الفكتور في الكومبوننت مال الفكتور الثاني. بما أنه A1 مضروبة بالبارشال فاي بارشال X والA2 مضروبة بالبارشال فاي بارشال واي، ما معناه كذلك الزد أيضا، ما معناه هذه ينطيني الدوت برودكت بين تو فيكتورز، الفكتور الأول هو A لأن هاي A1 A2 A3، والفكتور الثاني هو بارشال I بارشال X I partial phi partial y j partial phi partial z k، رجعتهم الى اصلهم. هذا طلعت الفاي خارج قوس، وهذا المقدار هو شلون نطلعه؟ هذا شلون نعبر عنه؟ هذا الدوت برودكت بين الدل اللي هو partial x والمتجه a، هنا a1 a2 a3، اذا عندي دوت برودكت بين الدل اند الفكتور a، فأرجع بعدين كل واحد أعوض عنه بما يساوي، ويصير عندي الإثبات لهذا المقدار المطلوب بالسؤال.
هذا المثال determine the constant A، أوجد احسب قيمة المتغير أو ثابت A so that the vector اللي يجعل هذا المتجه is solenoidal. Solenoidal على شكل شلون الملف solenoidal. فحتى أحسب هذا المتجه is solenoidal أكو بي متغير هذا ثابت آسف هذا هو الأي، يريد من عندي قيمة الأي حتى يكون هذا الفكتر هو solenoidal. إحنا عندنا لأي فكتر إذا كان على شكل solenoidal يكون الدايفرجنس زيرو. الدايفرجنس اللي هو الدوت برودكت بين الفكترز في أند دل أوبريتر، الناتج مالته لازم يطلع صفر. يلا أقدر أقول هذا الفكتر هو solenoidal. يعني إذا قال لي show that if the vector is solenoidal or not، فأني ألقى الدل دوت هذا الفكتر يعني الدايفرجنس أشوفه يطلع عندي صفر لو ما يطلع. إن طلع يساوي صفر أقول هذا solenoidal، إن طلع ما يساوي صفر أقول it is not solenoidal. إذن فأطلع الدايفرجنس للفي بنفس المعادلة اللي عرفناها وهي الـ dot product between del operator and the vector v، أخذ الـ أضرب الـ components مال الـ x للطرفين وأجمعهم أيضا والـ y والـ z، طلع عندي 1 زائد 1 زائد a، 1 زائد 1 زائد a نيجتي هذه باوع. هذا الـ x component مال الـ v والـ x component للـ del partial partial x، فأضربهم مع بعض partial partial x لـ x زائد 3 y. هنا مشتقة بالنسبة إلى x هاي الـ x 1 و 3 y ثابت ما بها x تعتبر 0 المشتقة، فيبقى عندي 1. من أضرب هذا المقدار بالـ partial partial y مشتقة الـ y 1 وهذا ثابت ما بي y 0 نفس الكيفية هذه، فيصير عندي 1. من أضرب هذا الـ x زائد أي z بالـ partial partial z مشتقة الـ x 0 ما تنكتب، مشتقة الـ A زد هي فقط الـ A هذا الـ A، ذولا كلهم لازم يطلع عندي يساوي لي 0. فذولا شو وقت يصير صفر؟ يعني هاي 1 زاد 1 2، من أقول يساوي 0 أنقل 2 اللي جاي تطلع الـ A ماينس 2 ناقص 2. إذا فكرة هذا السؤال اللي إحنا لازم نفهمه بأنه أي فيكتور يعتبر solenoidal فيكتور إذا كان الـ divergence مالته يساوي لي 0. خلصنا من الجريدينت والدايفرجنس، الآن مثال أو مثالين على الكيرل. هنا منطيني الـ V هو أوميجا كروس R، الـ V فيكتور هو الضرب الاتجاهي بين الأوميجا والـ R. أوكي، شو يريد من عندي؟ بروف الأوميجا هي نصف كيرل V، والأوميجا ده يقول لي كونستانت فيكتور هو متجه ثابت. ماشي، يريد من عندي إثبات، هو منطيني هذه معطات بالسؤال، هاي المعطيات الفي ترى أوميجا كروس آر، يريد إثبات الأوميجا نصف كيرل في. إذا طالما دي يقول من عندي الأوميجا نصف كيرل في لازم أطلع الكيرل في زقد وأضربه بالنصف حتى يطلع عندي الأوميجا، وإذا طلعت عندي الأوميجا خلي نشوف شنو أستفيد من هذا الناتج. أجي كيرل في ماذا يساوي؟ يساوي لي دل كروس في، والفي مطينية أوميجا كروس آر، إذن هي دل كروس أوميجا كروس آر، أوميجا كروس آر. ماشي، شون ألقى هسه هذا الضرب الاتجاهي مالته؟ الدل راح أبقي، يعني مرة ألقى هذا لازم الدل أبقي كروس في الأوميجا كروس آر، هذا الديترمينت مالته اي جي كي، مكونات الكومبوننتس مال اوميجا، اوميجا 1 اوميجا 2 اوميجا 3، ومكونات الار اللي هي اكس واي زد. هذا الديتيرمينت هو مكان اوميجا كروس ار بنفس طريقه فتح الديتيرمينت اللي قلنا عليها في بدايه المحاضره بالكيرل بالكروس برودكت، بنفس الطريقه القى قيمه الديتيرمينت هذا طبعا المتجه، طبعا المتجه يطلع لنا مالتي فيكتور متجه.
فآخذ بعدين الكيرل المن لهذا كل المتجه وبنفس طريقة الديترمينت، هذه تطلع عندي. وأيضا ألقاها بنفس طريقة مفكوك الديترمينت، تطلع عندي القيمة النهائية راح أشوفها تساوي لي 2 أوميجا، 2 أوميجا. فمن أجل أقول طلع عندي هذا الناتج كله هو 2 أوميجا، إذا معناتها قسم على اثنين الطرفين يطلع عندي الأوميجا هي نصف كيرل V. مثال آخر، عندي متجه A ومتجه B مطيني معادلاتهم، وفاي سكيلر فانكشن مطيني معادلتها، الفاي هي دالة عددية. يريد من عندي find A B C D E، أربع مطالب. نبدأ بأول واحد والبقية سهلة، مو إلا كلها نأخذها لأن كنت تشابه بيناتهم. المطلوب الأول A dot del للفاي، A dot del للفاي. أجي ال A vector معروف هذا عندي، وال del معروف هذا، ال del بيناتهم هذا الدل والفي الاي فيكتور بيناتهم دوت برودكت، اذا نضرب هذا في هذا باو صارت هذا المقدار في البارشل، انا ما اقدر اشتق لي صار قبله، وهذا ايضا وهذا المل كلهم لفاي، هذه الفاي. فمن اخذ قوس ومضروب بفاي عددي يدخل هذا الفاي العددي على الكل، وين راح يصير؟ يصير قدام المشتق، مو يضرب هذا، يصير قدام المشتق. ديروا بالكم هاي كلش مهمه، أنه أنا من عندي الدل أوبريتر بي مشتقة وأريد أضربه فاي، الفاي ما تنضرب بالمعامل مال الدل قبله يعني، لا وإنما يصير يم الدل هنا حتى تجرى عليه المشتقة. إذا هذا المقدار حيصير أمام البارشل أمام المشتقة لهذه وهذه وهذه. إذا بعد إجراء المشتقة بالنسبة إلى إكس وإلى واي إلى زد، الناتج النهائي يضرب بالمعاملات هاي اللي موجودة عندي اللي قبل البارشل ديريفاتيف، الناتج النهائي راح يطلع عندي هذا المقدار. أنا ما مطيني هو قيمة أو نقطة معينة x y z، إذا أعطيت قيمة أو نقطة معينة للمتغيرات x y z أعوضها هنا وأطلع أسجد قيمة النهائية مال هذا المقدار. أصور بسيط وماكو داعي واحد حتى يعيد مثال آخر يشبهه. هنا شنو الفرق فرع بي؟ شنو الفرق بين هذا المطلوب؟ يكاد يكون عبالكم متشابه يعني هذا مع هذا، لا طبعا ما متشابه. هنا ال A dot del بين قوسين يعني هم اللي يجرون أول مرة وبعدين الفاي أدخل عليهم. هنا يختلف، هنا ما عندي قوسين، هنا عندي A dot gradient phi. إذا ما معناه لازم gradient phi أول مرة نلقاه، يلا نأخذ الدل ال dot product between A and the gradient، مو مثل هذا المقدار. ديروا بالكم فأكو اختلاف، وهذا أيضا بسيط. أخذ ال gradient phi مثل ما تعلمناها في البداية شلون نلقى ال gradient، والناتج راح يطلع عندي vector، أخذ ال dot product between A and الناتج اللي طلع عندي. هنا نفسه تقريبا B dot del في ال A، البي دوت دل اكتبهم اول مره شلون اطلعهم في الاي، احل هذول اول مره وبعدين ادخل الاي على كلهم، راح يصير الاي موجود هنا وهنا وهنا نفس المطلوب اي. وابسط المثال، هذه كلها هي متكرره بالحقيقه يعني امثله متشابهه عدا اختلاف بسيط. نانا مطلوب الاخر اي كروس دل للفاي، شو المطلوب الاول؟ هنا عندي قوسين، إذا لازم أول مرة هذا ينحل بطريقة الديترمينت والفاي تبقى برا، ورا ما يتبسط هذا كله تدخل عليه الفاي، بعدين تنضرب قلنا بمن؟ بالمشتقة بالبارشل، نفس المطلوب أي. وأبسط المقدار، هذني مسائل هي هومورك، يا ريت لو تجون تبدون تحلوها. أيضا هي مجرد تدريب على المقدار الحكي أو الأمثلة اللي تكلمنا عنها. إن شاء الله تكون هذه المحاضرة هي توضيحية
وأمثلة جديدة لكيفية التعامل مع الدل أوبريتر بأنواعها الثلاثة، وهي الجريدينت اند دايفرجنس اند كيرل. شكرا جزيلا.